حشود من المواطنين وفرقة الحيالة. استقبال رفيع المستوى للرئيس الفرنسي يعكس أصالة المغاربة ملكا وشعبا بشكل يعكس أصالة الشعب المغربي للمضياف. خصص سكان مدينتي الرباط وسلا عشية اليوم الاثنين استقبالا بهيجا لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة دولة المغرب بدعوة كريمة من الملك محمد السادس. واحتشدت جماهير غفيرة من مدينتي سلا والرباط للترحيب بالملك محمد السادس وضيفه، تعبيرا عن فرحتها بهذه الزيارة، وذلك على امتداد الطريق التي سلكها الموكب الملكي من مطار الرباط سلا إلى باب السفراء. وبهذا الاستقبال البهيج والشعبي عبرت الحشود وغفيرة عن فرحتها من مستهل زيارة الدولة هذه، التي ستضفي زخما جديدا على علاقة الصداقة العريقة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين. وتزينت البنايات والشوارع الرئيسية للمدينتين بالأعلام الوطنية للبلدين، حيث رفرفت جنبا إلى جنب ابتهاجا بهذا اليوم الميمون. وتعالت هتافات جموع المواطنين بتحية الملك لحظة مرور الموكب الملكي، مرحبين كذلك بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تعكس الصداقة العريقة والمتميزة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. هذا وتوجه الموكب الذي خفرته فرقة من الخيالة تابعة للحرس الملكي نحو ساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط بمجرد وصوله إلى باب السفراء. ويعكس الاستقبال بفرقة الخيالة التابعة للحرس الملكي لدى وصول الموكب الملكي تقليدا ملكيا عريقا يخصص للضيوف الكبار والشخصيات الرفيعة، كما يعكس كذلك الأبعاد المتميزة للعلاقات الثنائية، كما هو الحال اليوم مع الجمهورية الفرنسية التي تربطها علاقات عريقة بالمملكة المغربية.